المفروض انا عندي مسلسل اسمه مجنون العاصمه، لسه ده في القاهره، لسه بيكتبه محمد علي الغلبان. ما جاش ورق حلو نعمله، فقلت ركنه الخزانه ولا جواز الندامه. ما رضيتش اعمل حاجه بقى الاطفال السنه دي، قلت السنه الجايه. السينما واقفه تقريبا دلوقتي، كله خايف يدخل، مش عارف يوزع ازاي، مش عارف يعمل ايه، و فالدنيا واقفه يعني في السينما. تابعت قد ما قدرت يعني في الحاجات اللي دمها خفيف. شفت طبعا شربات لوز اليسرى، شفت زوجة الرابعة، شفت مع سابقة الإصرار، شفت النجم عادل إمام ناجي عطا الله، شفت الفنان القدير محمود عبد العزيز باب الخلق، شفت التجربة الجميلة قوي اللي عملها يحيى الفخراني ويعني المؤلف وشادي عاملين شغل كويس. فكانت هم عملوا زمانين في وقت واحد، وبيروح ما بينهم وبيرجع، بقطع منهم بيسر جدا. مسلسل استاذ يحيى في خطوط حمراء، في خرم ابره، في البلطجي، تقريبا دول. وتحيه كانوا كنت الاول بتابعه، وتاه مني برضو عمل كويس على فكره، مش يعني كان لازم ياخد حقي اكتر. اكيد في مسلسلات تانية حلوه بس تبقى على قنوات مش معروفه وفي اوقات ملخومين فيها ما شفناهاش، لكن بقى عامل مجهود جامد يعني معمول السنه دي.